على مدى عامين تعرضت أكثر من 100 منشأة رياضية للتدمير الكلي والجزئي، وقدرت إحصائية خسارة القطاع الرياضي بمليارات الدولارات. عامان من العدوان على اليمن كانت كفيلة بكشف حملة التدمير الممنهج ضد مقدرات الوطن كافة بما فيها القطاع الرياضي، حيث كان عرضة للقصف 103 منشآت رياضية. الخسائر المادية التي مني بها القطاع الرياضي باهظة الثمن، سيما إذا ما تعلق الأمر بعامل الزمن، فهذه المنشآت بحاجة إلى سنوات كثيرة لإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان. الميثاق الأولمبي العالمي يدعو للسلم والسلام ويدين أي انتهاكات تطال حقوق الرياضيين أو استخدام منشآتهم والملاعب الرياضية كأهداف عسكرية، لكن العدو السعودي لم يكترث لأي قوانين أو معاهدات دولية فجعل القطاع الرياضي من أهدافه. القطاع الرياضي في اليمن لم يسلم من العدوان السعودي كباقي القطاعات في البلاد، حيث تعرض لخسائر باهظة قدرت بالمليارات، ما ترك تأثيرات سلبية على مواصلة الرياضيين اليمنيين لنشاطاتهم التقليدية. كبد اليمن خسائر فادحة جراء العدوان والحصار خلال العامين الماضيين، ولاستمرار العدوان والحصار وإمعانه في استهداف القطاع الرياضي، فلا تزال الخسائر تتصاعد مع تصاعد الهجمات التي تستهدف كل شيء في اليمن. القيس أحمد، اليمن اليوم. دكت قوات الجيش واللجان الشعبية عددا من مواقع جيش العدوان السعودي على أكثر من